نبداو عدد اليوم من جورنال الباب خبر عنوانه بعثة ترجي تونسي تصلوا لمطار محمد الخامس الدولي قبل مواجهة الرجاء. وحطت بعثة فريق ترجي الرياضي التونسي رحالة بمطار محمد الخامس الدولي قبل مواجهة الودية ضد فريق الرجاء استعدادا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة الخاصة بالموسم الرياضي الحالي. وجا قرار اللاعب المباراة المذكورة رغبة من الطاقم التقني للفريق التونسي لإجراء تجمع تدريبي بالمملكة المغربية للاستعداد بشكل أكثر للمنافسة بقوة على جميع الاستحقاقات المحلية والقارية. وجات الموافقة رسميا بعد الاجتماع اللي جرى بين رئيس فريق الرجاء عزيز بدراوي ومدير الكبير مدرب الفريق اللي وافق على إجراء اللقاء للوقوف بشكل كبير على مؤهلات جميع اللاعبين الفنية والبدنية قبل استئناف المباريات الرسمية الجديد. يشار أن لقاء الرجاء الرياضي والترجي الرياضي التونسي غيتلعب بدون حضور الجمهور بعد ما رفضت سلطات مدينة مراكش السماح بذلك ردا منها على طلب عزيز بدراوي بالسماح بإجراء اللقاء بحضور جماهيري كان غينعش خزينة الفريق بعد بيع تذاكر اللقاء. عزيز البدراوي يكشف شرط تخفيض قيمة الخيرات في الرجاء. وكشف عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي أنه كيتمنى وجود عدد كبير من الخريطين في الفريق الأخضر من أجل خفض قيمة الخيرات. وقال البدراوي أنه مستعد لخفض قيمة الخيرات في الفريق في الجامعة العام المقبل، لكن هذا الأمر غيكون مشروط بارتفاع عدد من الخريطين في النادي. وزاد رئيس الرجاء حول إمكانية تخفيض مبلغ الخيرات من 2 مليون سنتيم ل 2000 درهم أنه راهين بوجود 10,000 منخرط على الأقل باش الفريق ما يضيعش من الناحية المادية. وزاد البدراوي خلال تصريح أدلى به أحد المنابر الإعلامية أنه غيعمل رفقة بعض الفعاليات الرجاوية على حل هذا المشكل من خلال توسيع قاعدة المنخرطين في النادي، مع العلم أنه مطلب جماهيري كبير بحكم أن فئة كبيرة من الجمهور عندها رغبة في الانخراط بالفريق وما عندهاش الإمكانيات الكافية لذلك، ولهذا غيدرس تخفيض المبلغ في انتظار توصل بطلبات عديدة في هذا الخصوص. عاجل قميص جديد يزين فريق الرجاء الرياضي. وفي التفاصيل أعلن فريق الرجاء على خبر مفرح كيخص القميص الجديد اللي كينتظروا الجميع. وانتشرت صفحة الرجاء الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة القميص الأسود ارتداه لاعبي الفريق محمود بن شايك ومحمد مجاهد ورفقاته العبارة الإنجليزية التالية The game has been changed successfully. وقصدت هنا القميص اللي كانوا كينتظروا جمهور الرجاء بفارغ الصبر بحيث تم رفع الستار قبل أيام على القميص الأبيض والأخضر للنادي، في حين تم بالأمس على القميص الأسود كمفاجأة للجماهير الرجوية واللي راقتهم بزاف. وتفاعلت جماهير فريق الرجاء بكثرة مع المنشور الخاص بالقميص بحيث عبرت الأغلبية على سعادتها بهذا الخبر وأكدت أنها كانت كتنتظرو منذ مدة. وألقت فئة أخرى على نفس المنشور أن القميص الأسود كيعطي هيبة وفخامة غير عادية اللي كيرتاديه وطالبت من إدارة النادي بتوفره بكثرة برجاء ستور باش تمكن فئة عريضة من اقتناؤه وإنعاش خزينة الفريق اللي تضرات في السنوات الأخيرة. مباراة المغرب وكرواتيا نجم الرجاء السابق يتوقع نتيجة اللقاء. وفي تفاصيل الخبر قال سفيان الرحيمي اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي أن أول مباراة الأسود أمام كرواتيا في كأس العالم قطر 2022 غتكون صعبة. وضاف ديوري أنه على الرغم من صعوبة مباراة كرواتيا فالعناصر الوطنية عزيمة على تحقيق نتيجة جيدة إن شاء الله. وأكد أن الأجواء داخل معسكر المنتخب المغربي حسب الفيديوهات المتداولة كتبان جد جيدة. وأبرز أن وليد الركراكي مدرب عنده كاريزما اللي تخليه يربح أول لقاء ولملئ هالمنتخب إن شاء الله الدور المقبل. وبخصوص توقعه لمباراة المغرب وكرواتيا اليوم قال اللاعب الرجاوي السابق أنه كينتظر فوز العناصر الوطنية على رفاق مودريتش بثلاثة الأهداف مقابل هدف واحد. وأكد أن الفوز إن شاء الله غيخلي المنتخب يكمل دور المجموعات بأريحية وبدون ضغط بحيث غتبقى ليه نقطة أو نقطتين على أبعد تقدير للمرور للدور الثمن النهائي. هذه تفاصيل العقد الجديد الذي سيربط سفيان بن جديدة بالرجاء الرياضي. وكشفت جريدة الأخبار المصادر الخاصة حيثية العقد الجديد اللي غيربط المهاجم سفيان بن جديدة بالفريق الأخضر مباشرة بعد الاجتماع اللي عقده مؤخرا رئيس النادي مع اللاعب المذكور ومرتقى باش يوقع سفيان بن جديدة عقد لمدة موسم واحد فقط نظرا للعروض الكبيرة والمغرية اللي توصل بها من أندية أوروبية بحيث كترغب في الظفر بخدماته انطلاقا من منافسة الموسم الرياضي المقبل بعد ما أبان على مؤهلات فنية وبدنية مع الفريق الأخضر. ومرتقى باش يعلن فريق الرجاء عبر حساباته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي خبر جديد عقد مهاجم سفيان بن جديدة مع الكشف على مدة العقد والقيمة المالية اللي غيتوصل بها خلال الموسم الواحد. للإشارة فبن جديدة كيتعتبر من خيرة الأسماء اللي نجبتها مدرسة الفريق الأخضر في المواسم الرياضية الماضية نظرا للمؤهلات الفنية والبدنية اللي كيمتاز بها وكذلك الأهداف الحاسمة اللي سجلها رفقة الفريق الأول واللي عطات عدة نقاط للفريق سواء في الموسم الماضي أو الحالي، مع العلم أنه ملعبش بزاف كرسمي بالمقارنة مع عدة لاعبين نالوا فرص أكثر منه بدون ما يبليو البلاء الحسن ما خلاهم عرضة لانتقادات الجماهير الرجاوية.
رؤساء تعاقبوا على الرجاء وهذا هو أنجحهم. وفي تفاصيل الخبر طرقت إحدى الجرائد المغربية الخبر كيخص فريق الرجاء وكيتمحور حول أنجح رئيس مر بتاريخ النادي، وكتبت الجريدة في الخبر ديالها ما يلي: تعاقب على رئاسة النادي الأخضر عدة رؤساء منذ تأسيس الفريق عام 1949 وعددهم 21 رئيس، وفيما يلي أسماؤهم: حجي بينا باجي، موليسس العلاوي أبو درقاب، وجمع قدري، العشوبي البوزاوي، كريم حجاج، مكي العرج، محمد المعطيب وعبيد، عبد اللطيف السملالي، عبد العزيز المسيوي، عبد الواحد معاش، عبد الله فردوس، عبد القادر الرتناني، محمد أوزال، عبد الله غلام، أحمد أمور، عبد السلام حانات، عبد الحميد السويري، محمد بودريقة، سعيد حسبان، جواد زياد، رشيد الأندلسي، أنيس محفوظ، وأخيرا عزيز البدراوي. وزاد نفس المصدر أن عبد الله غلام هو أنجح رئيس بحكم أن الفريق الأخضر حقق في عهده أكبر عدد من الألقاب واللي كتمثل في 7 البطولات، مع العلم أنه تولى رئاسة الفريق الرجاوي في فترتين مختلفتين بحيث دام الفترة الأولى 6 سنوات من 1992 لغاية 1998، وحقق الفريق الأخضر خلالها طفرة غير مسبوقة في تاريخه، فيما استمرت الثانية من عام 2007 ل 2010 وكانت أقل نجاحا من الأولى. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديد إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.